متابعينا الغالين، اذا تبون تشوفون اعمال ومسلسلات حلوه باذن الله ومتميزه، الموضوع كلش سهل وبسيط. كل اللي عليكم ان انتم تشتركون في القناه وتسوون لايك وشير وفالكم الاعمال الحلوه. شنو دي؟ قل لي شنو دي؟ مازك يا شحام، ما أدري. أنت ومن؟ ومن وين جايين؟ أنا حمدان وهذه أخوك كشحان. إحنا جايين من مدينة بدران. بدران، أنتوا جايين من مكان بعيد وتجرعتوا وعبرتوا نار الجنون، أكيد تبون شيء عود قروش والذهب. كل ذي تقدر تسوي لنا ها؟ وأكثر من كذي. أوه حمدان وناسة ها؟ كشان، إحنا مو جايين عشان ذي الشيء، إحنا جايين علشان المسمار ناخذه من عندك ونرجع. أنتوا جايين هني علشان المسمار؟ إي نعم، علشان المسمار. المسمار اللي حولت فيه خرفان دهمان إلى أوادم. أنا برفعة الصبع أقدر أسوي لكم كل اللي تبونه، وتقول لي مسمار أنت بالقروش تقدر تشتري 1000 مسمار. بس الحين دام انك وصلت هني قل لي ايش في خاطرك؟ حمدان انا في خاطري اشي وايد يصير اقول له. ها كشان يا اخوي، اللي جايين علشانه اهم من خاطرنا. احنا جايين علشان المسمار بس، ما نبي اي شيء ثاني غيره. المزمار دهمان لما طلب المزمار أعطاني نور عينه. أنت إيش تقدر تعطيني؟ يا رب يا رب انك توفق عيالي وتيسر امورهم وتحفظهم بعينك اللي ما تنام يا رب يا كريم. حمدان سم حمدان للحمار قتي وين ارقد يا ابو حمدان؟ وعيالي للحمار جعوا وايد احاتيهم. لا تحاتين، بارك الله فيك. حمدان وكشحان ريايل، انا واثق فيهم، هم قده وقدود. ما نختلف يا ابو حمدان، ريايل والنعم فيهم، بس ما ادري قلبي ناقزني مو مطمئنه. يا بنت الحلال تعوذي من ابليس. لا من ابليس، هما رايحين وفي نيتهم خير، رايحين يحررون المدينه. اطلبي من الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم
وينصرهم على دهمان الظالم. إن شاء الله الله يسمع منك يا أبو حمدة وينصرهم إن شاء الله على أعدائهم يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. شلوهجة شلوهجة، شنو اللي فينا نقدر نعطيه؟ شنو؟ بس لقيت حمدان. شنو؟ عطى عيونك، ما شاء الله تبارك الله عيونك شكبر، عطى عيونك. كان عطيت عينك انت لا؟ لا يا حظي انا عيوني صغيرات ما ينفعون، انت عينك كل واحدة اكبر من الثانية، عطى عيونك. ما ادري ايش اقول لك، ما ادري ايش اقول لك. اوه زمر، اني نرفزني اللي يزعل من كلمة الحق. حمدان انطرني يا حمدان. أخذت القرار؟ تبي الصراحة؟ احنا ما عندنا شيء نعطيك إياه، بس صدقني إذا أعطيتني المسمار ورجعت المدينة وردت الأمور كلها طبيعية أنا مستعد أسوي اللي تبي. لا لا حمدان، عطى عطى واللي عافيك عطى. أنا ما أبي عينك يا حمدان. ليش تبي؟ لا 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 لا، شوف بقول لك ترى انا براح عيوني صغيرات وما ينفعون. اي اصلا انا براح عيوني مختربين وما ما اشوف عدل. وين حمدان؟ حمدان حمدان صدقني ما اشوفك حمدان. اذا تبون المسمار لازم تعطوني قلب واحد فيكم. أنا مستعد، خذ قلبي أنا. أي أنت، أي خذ قلبك، تعرف شنو معناته خذ قلبك؟ يعني تموت، تموت يا حمدان. أدري إني بموت، أدري. على الأقل بموت وأنا رافع راسي. بكون ضحيت بغلى ما أملك علشان مدينتي. ليش لا تنسى؟ أنا وعدت ليلى. وعدت اني بحرر المدينه، لو هالشيء كلفني عمري. لا لا يا حمدان، خلي ياخذ قلبي انا. انا واحد ما مني فايده، اصلا انا واحد كاشح وكل مصايب هالمدينه بسبتي انا ومصايبنا احنا انا بسبتي انا. انت ليلى تنطرك، ما عندي احد غيرك، لكن انا ما حد ينطرني. كشحان لا تقول مثل هالكلام. كشحان انت اخوي، انت ذراعي وسندي، انت الناس اذا شافوك يسالونك عني، وانا اذا شافوني يسالوني عنك. كشحان انت عضيدي اللي اذا ضاقت الدنيا هتشوفك في عيني. كشحان لا تقول مثل هالكلام، شلون تقول انا ما حد يبيك؟ انا اخوك، انا ابيك. كشحان ابيك توعدني انك ترجع المدينة وتحررها عشاني كشحان. فينا من يقول أخ من ضيق الدهر، وأنا أقول لي أخ سند مهما طال العمر. كشحان رد علي، كشحان اخوي رد علي. انت ايش سويت؟ ايش سويت في اخوي؟ كشحان كشحان ايش سويت؟ كشحان ليش وقفت قدامي؟ كشحان كشحان رد علي، كشحان كشحان اخوي.
حمدان حمدان انت اخوي الصغير شلون تبيني اخليه ياخذ قلبك ها؟ كشحان انت عايش كشحان لا تصيح ها؟ انا اقول لك لا تصيح بس بقول لك وصيتي لك ورثتي كلها تبرعوا فيها زين؟ كشحان اي ورث؟ انت عندك ورث؟ يلا خذ ثيابي وسريري واغراضي لك بتبوبوني عقب ما اموت ها؟ كشحان قول لي سلمك لا تكون مثل هالكلام قول لي سلمك حمدان رحين انا احس روحي بنفق طويل وفي نور قاعد يزيد النور يا حمدان حمدان انت بعد تشوف النور لا شكلنا اثنين بنموت ها اثنين بنروح فيها شو السالفة نلعب ما تعرفون تلعبون انتم من وين جايين خلاص خلاص الحين وعد بنلعب عدل خلاص خلاص الصبح نكمل بلعب معهم قلنا الصبح نكمل تصبحوا على خير انتم اهلا ان شاء الله دوما تشوفك مستانسة وان شاء الله بعد ما يرجع حمدان كل شيء يرجع افضل من ما كان وترجع لنا المدينة ما في شيء يرجع اللي انكسر يتصلح بس ما يرد مثل ما كان امي وابوي خلاص راحوا ما بيرجعون الله يرحم كل النقاط انحطت على الحروف بس باقي نقطة واحدة أنا ثاري ليحين ما أخذته جابر أنت ليش طلبت المزمار؟ إيش كنت بتسوي فيه؟ أنا طلبت المزمار علشان أحرر مدينتي من دهمان واللي معاه حمدان قل له بنموت قل له بنموت يا حمدان قل له كشحان ايش فيك ما حد مات الحمد لله ما حد مات بس عمي ما قلت لنا انت من مو مهم انا من مو مهم مو مهم انا من مو مهم الحمد لله الحمد لله أخيراً تروحين وديني معاك بلان انت شو تسوي قاعد بس قلت لا تفضحنا تحمل تقول حق احد اني طلعت من البيت انا بروح السجن حق جابر توعدني انك ما تقول حق احد زين انت نام الحين مع السلامه Thank you.
حمدان مو يصير نريح شوية؟ شوف حمدان بقول لك وانت ويا بعد، انا ترى واحد تعبت خلاص لازم اروح اريح، انا باقعد وانتم اللي تبون تسوون اسووا كيفكم عاد. حمدان معقولة خاطرتوا بأنفسكم عشان مدينتكم وأهلها؟ لا تعتبرها مخاطرة، لا مدينتنا تستاهل، تستاهل نسوي لها شيء حتى لو يكلفنا عمرنا. ترى مثل مدينتنا ما بنحصل، وإحنا ملزومين إلا من واجبنا اللي إحنا نرد لها الجميل. بس عمي أنا بسألك سؤال، أنت ما قلت لنا أنت من؟ عشت عمر طويل وأنا ساحر، أتعامل مع القوى الشريرة وأنفذ طلبات الناس اللي كلها شر. كل ما كانت تزيد طلباتهم كل ما كنت أنغمس أكثر في الشر، أنغمس أكثر وأكثر، والنتيجة حلت علي اللعنة، لعنة لا يمكن تنفك إلا إذا سويت عكس اللي كنت أسويه، أخدم رجل صالح يطلب الخير. لحد ما جيتني أنت مو بس شفت فيك الخير، شفت فيك حب الغير على نفسك، جدمت مصلحة الناس على رغباتك. مو بس كذي، أنتوا كنتوا مستعدين تضحون بأنفسكم علشان غيركم. الله الله، كفوا عليكم كفوا عليكم. ها كشحان ريحت؟ أوف أنا ريحت. نقدر نواصل طريقنا؟ عقب هالكلام وين ما تبي أروح وياك. يلا يلا. لا تخافين اكيد ما راح تروح المدينه، لان اذا راحت بيصيدونها. ليلى راحت السجن لجابر. شنو؟ ها؟ اي صح، قالت لي لاجل حجحت. تحكي قول ليلى وين راحت؟ في الليل امس اخذت الفانوس وطلعت وقالت بروح السجن لجابر، بس قالت لي لاجل حجحت. فانتوا بعد لاجل حجحت عشان لا تزعل المسكينة. يا خوفي جابر سوى فيها شيء أو ده ما صادها. لا تخافين راح نروح المدينة ندور عليها. أنا بعد بروح أجهز وبروح أدور عليها. تعال رجع من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يفوتك شاي صالح الجديد. انا مو جاي اشرب شاي، استعيل جاي اسلم عليكم وماشي خلاص. شوفوا يا جماعه انا ما كنت ناوي اتكلم، قلت بتفكرون وبتتراجعون، لكن الظاهر ان عقولكم ما ردت مكانها.
سمعوني زين، اللي تفكرون فيه غلط. مدينة ما تستاهل انكم تتركونها في الوقت اللي مفروض توقفون، حتى لو كان في آخر نفس. تعلموا وعلموا عيالكم وأهاليكم ان حب الأرض أغلى شيء الواحد يملكه ولا يمكن يتنازل عنه. كلامك عين العقل، وكل شيء تغير في الدنيا، لكن أنت أهم شيء لا تغير مبادئك. ليش ما تعبر معنا النهر ولما نوصل كل واحد فينا يروح في طريقه؟ ما قصرت يا حمدان، ما قصرت. كشحان بعد كشحان. المهم خلنا نطلع بسرعة قبل لا سيطر علينا قوى الشر. اي بس ما علي، انا اللي ماشي، يعني انا ناخذه من احنا. اقول لكم هي ناخذه على شنو؟ كله نفس الطريق. اوفي ويا الله، انت ايش فيك؟ لازم تخرب طموحي، لازم تخرب احلامي. اسمع الكلام الرزع وانت ساكت. لا يلا يلا، حياك يا ناخذه. يلا 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 حمدان، خف روحك. لا صدق، روح انا ناخذه. يلا يلا خلنا خف روحك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بتخلوني وبتروحون؟ لا لا لا، حياك حياك. يود 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 ذي. يلا حياك. بسم الله. يلا نقول بسم الله. يلا توكلنا على الله. يلا حمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. طق مجداف. يلا يا نوخذه. طق مجداف. ان شاء الله نوخذه. طق. بسم الله. طق من صوبك مجداف. ان شاء الله ان شاء الله. قرشين تسلم. هي انت ليكون كل يوم تقعد لي هني؟ وف شنو قعدتي مضايقتك؟ ليكون قاعد على خضرتك. مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. مصباح الحقني يا مصباح، ليلى طالعه من البرحه وما رجعت. طلعت وين راحت؟ يقولون المتوت ان هي طالعه من البرحه وما رجعت، ويقولون بعد ان هي رايحه حق جابر السجن. يا بالله، راحت عليها. بسم الله عليها، لا تفاول. ايش تبيني اقول لك؟ هذه الصج ليلى راحت حق الموت بريولها. سمعيني، دام ليلى طبت في يد دهمان، امشي خلينا نشيل بروحنا ونطلع من هالمدينه. نطلع من ذي المدينه؟ اي نطلع من المدينه. لمتى بنعيش متخافين؟ خلينا نروح مدينه ثانيه، على الاقل نعيش بحب وامان. انت هني واحنا قاعدين ندورك. واللي عافيكم، انا ما سويت شيء، ترى انا ما اعرف شيء عن جابر، ما اعرف شيء. لا تودوني حق دهمان. هدوه، حرام عليكم هدوه. بس ود الوي، ما عطلنا عن شغلنا ويالس هني تسولف مع البنات. ها قدامي قدامي قدامي. هدي حرام عليك، هدي حرام عليك، وانت بعد تعالي قدامي ويا. يلا قدامي ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حمدان شايبك هني. وحمدان ما سمعت شيء عن العيال. والله شو اقول لك، علمي علمك. وانا سمعت شيء ما يسر الخاطر. الكل يتكلم ويقول ان ليلى صادوها. من قال لك هالحكي؟ المتوت ما خلوا مكان في المدينه ما دوروها، وللحين ما لقوها. الله يستر الله يستر. انت خليك في البيت وأنا بروح أدورهم وبايبنا إن شاء الله الخبر. إن شاء الله. الله يسر يا رب. الله يحفظ عيالي يا رب، يا رب الله يحفظهم. قدامي قدامي قدامي. دهمان شوف شنو يبنى لك. بس أنا اللي صدتهم. كفو عليه كفو. مصباح مصباح
مصباح، أنا بيعرف بس من اللي سماك مصباح. أنت المفروض يسمونك ظلام، أنت خرمس مو مصباح. أنت يا الراس تبغي تتحداني؟ أنت ترشد عني؟ لا ما بتحداك ولا شيء، وأنا مالي شغل باللي صار. منو هذه اللي جايبينها وياه؟ احنا شفناها وياه، يريناها. شكلها حبيبته. لا لا، هذه وصيفة ليلى، بس هي ما لها شغل باللي صار. حلو حلو، اكملت. هو اللي سلمك، هو اللي سلمك. هدوها هدوها ويودوني انا. تعبت تعبت من قصص التضحية والوفاء. هالمدينة هالمدينة المفروض ما يسمونها مدينة بدران، يسمونها مدينة الأوفياء. ودوهم السجن. لا 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 لا، قصوا راسهم أحسن، خلنا أشوف شي يفيدهم فيها الوفاء. اخيرا اخيرا بيتحقق حلمي وبنموت مع بعض. بس عاد ما الخروف ما يا تش يوم ذنب والله بس خايفه القم ده القم. سيرين سيرين امشي قبل لا يرجع لهم. امشي امشي امشي. حمدان طالع طالع. في أول واحد أذبحه. كشحان لا. إيش فيك؟ تسمع؟ تسمع حمد الله سمع؟ لا شكله داخل زريبة ها؟ تسمع لا سمع؟ إيش صاير؟ إيش صاير؟ حتوج أنت شلون ما تحولت؟ يا إيش قصدك أنت؟ أوه نسيت أنت أصلي ما تغير. زين سمعوني أنا بديش داخل عشان يجمعهم. زين؟ بديش وياك. زين شوي 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 شوي. سيرين دمان ايش فيك؟ سيرين انت بخير؟ ما في شيء؟ كسيرك موجود؟ يا انا بخير ما فيني شيء. الكسير موجود الصاير دمان خوفني. الخرفان الخرفان ردوا خرفان. شلون شلون؟ ما ادري ما ادري ما ادري. يمشي يلا يلا تدور عك فقيره ها تدور عك فقيره عبك ما بعرفك. حمدان شوف 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 عرفتها من ذي من ذي افا عليك ينعرف من لحيته على القمو. وهذه من عدتوش كله من هذه من القم. يلا يلا ودوهم ودوهم يلا 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 القم لا تمسكن علي يلا مش يلا حمدان ذي انا اللي براوي دمان ايش بتسوي حمدان ليه ما عرفني زين بروح اوقف عند حده وعارفه منه دهمان دهمان خلاص تعبت سيرين دهمان المكان ذي مو لنا لمتى بتجبر نفسك تبي مدينه ماخذها بالقوه وتظن ان اهلها يبونك انت بتظل في عيونهم عدو صدق انك تقدر تاخذ كل شيء واي شيء بالقوه بس حب اهل المدينه حق بعضهم البعض اقوى بيتهمون يوقفون في وجهك وهالشيء ما بينتهي اخاف ياذونك ما بتقدر عليهم الله يخليك خلنا نطلع من هني خلنا
خلينا نطلع. بس أنا دهمان أسوي اللي أبغيه وما نهزم. ما أقدر أترك كل شيء بهالسهولة. أحيانا التمسك بالشيء خسارة. لما أنت بتحارب شيء تركه أريح لك. أنت مو ماخذ هالمدينة دي كلها حقي. أنا خلاص ما بيه ما بشيء. خلنا نرجع المكان اللي إنا منه. دهمان خلنا نطلع من هني. خلنا نطلع. حمدان يبا الصاير وبعتيج يبا حولنا ريايين دهمان كلهم الى خرفان. انت ايش قاعد تقول؟ انت ايش قاعد تخربط؟ اقول لك ايش فيك انت؟ واحد فيهم صار كذي لقوم. حمدان ولدي يبا كفو يا ولدي. انتوا قد وقدود. عف عليك يا يبا. انتهى كل شيء. رجعنا رجال دهمان حق اصلهم. باقي بس دهمان يطلع من القصر وكل شيء بيرجع مثل ما كان بإذن الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. سويت يا حمدان سويت. سويت اللي كان لازم أسويه من زمان يا دهمان. والحين صار الوقت اللي لازم تعرفي مكانتك وترجع حق أصلك. اسمعني عادل، لا أنت ولا غيرك يقدرون يتحدوني. أنا دهمان ما نهزم، وأنا بطلع من هالمدينة برضاي، لا علشانك ولا علشان خاطر عيونك. أنا طالع حين إن واحد بس فكر يتعرض لي أنا وزوجتي. لا تحاتي يا دهمان، إحنا ناس ما نعرف الغدر. ما حد بيتعرض لك ولا حد بيتعرض حق زوجتك. إحنا اللي نبيه استرجعنا الحمد لله، ما نبي شيء ثاني. تفضل. وقفوا. يعني شنو ليلى اختفت؟ يا جماعة الوالي رجع. ها؟ اي والله الوالي رجع. ايش قاعد تفرزني؟ لا بس ابى اتاكد، ما ادري ايش السالفة، ابى اتاكد اذا احنا عايشين. ما ادري، بقول لك ليكون دهمان وطالع ذبحنا. الوالي 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 يا جماعة الحمد لله رب العالمين يا جماعة الوالي صدق رجع. أقول لك حبيته الوالي بي. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي جابر الخاين. جابر؟ خليك يمي يا جابر. ليلى ايش قاعد يصير؟ لا تستعجل حمدان، الحين بتعرف كل السالفه. ادري يا جماعه الخير ان في بالكم وايد اسئله ما لها اجابات. دهمان امر بقتلي
أنا وزوجتي زبيدة، وكلف جابر أنه ينفذ الحكم، وجابر أخذنا للغابة لكنه ما نفذ الحكم، وبالعكس ساعدنا أنه نطلع برا المدينة أنا وزوجتي. وبعدين بلغ ليلى بالسالفة، وانت يا حمدان أنا كنت متأكد أنك بتقدر تطرد النهابة وتبعد الأشرار عن المدينة، ما قصرت. وانت بعد يا كشحان ما منك قصور، ما قصرت. اوه يا حمدان، اوه يا كشحان، ايوه اوه يا حمدان، اوه يا كشحان، اوه يا حمدان، اوه يا كشحان. عاش والينا، عاش والينا، عاش والينا، عاش والينا، عاش والينا، ايوه عاش والينا، عاش والينا، عاش والينا. لولوة، لولوة يما تأخرنا. أنا يا يما من مساعة بارزة وانت للحين ما برستي، للحين قاعدة مع هالكشة. نعم يما نعم. ايش فيك يما صيحين؟ يما حمدون لولوة لا يكون. لا يما على روح بالك بعيد، أصل هذه دموع الفرح. أشوى يمه، يلا يمه حبيبتي مش دموعك عشان ندش العرس، لو كذي خربتي وايد. الله يهدوك. يلا يمه يلا. طالع من ياي. مين؟ يروح مالي. السلام عليكم. عليكم السلام. ها طلعوا الحين ابو لولوة اللي انت هني، على وين اللي بيطلع من المدينة؟ هاي هاي أحد يقدر يطلع من هالمدينة وهد أهلها الطيبين؟ أشوف إن كلامك تغير الحين. أنا كنت أساس ما أبغى أطلع، بس كنت أبغى أختبركم وأشوف من فيكم الوفي. ها مقيول يا أبو طبيع ما يوز عن طابعه.